ما زال جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه اللا انساني على قطاع غزه. هذه الحرب التي افضت الى ارتقاء عشرات الالاف من الشهداء معظمهم من الاطفال والنساء. ورغم الدعم السياسي الذي يحظى به جيش الاحتلال الا ان شعوب الكره الارضيه ابت الا ان تشاطرنا ماسينا والامنا ومعاناتنا. القضية الفلسطينية اليوم ومع مرور كل يوم منذ بداية العدوان تكتسب داعمين وأنصار جدد من مختلف بقاع الأرض كل العالم أضحى مدركا مبصرا رافضا صارخا في وجه الظلم والظالم أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى أصوات حرة ضيفنا اليوم هو السيد فابيو بوسكو من البرازيل عضو مؤسس لجبهة ساو باولو للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة البي دي اس في البرازيل وهو عضو هيئة تحرير مجموعة التضامن العمامي للكتب العربية المطبوعة باللغة البرتغالية وأيضا عضو فريق إنتاج برنامج النضال العمال الذي يبث فيديو عن نضالات العمال في أمريكا اللاتينية باللغة العربية أهلا بك سيد فابيو بوسكو معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين سيد بوسكو أنت عضو مؤسس لجبهة سان باولو للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة في البرازيل حدثنا عن المؤسسة وما هي أبرز أنشطتكم الداعمة لفلسطين قمنا بإنشاء لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى حركة المقاطعة منذ عام 2013 وما نقوم فيه هنا هو نرفع صوت فلسطين ونشر الوعي حول ما يحصل في فلسطين وننظم الكثير من الأعمال الاحتجاجية والمظاهرات والعمل على وسائل الإعلام الاجتماعي وذلك من أجل التوعية حول الواقع في فلسطين سيد بوسكو يعني الروايه الاسرائيليه هزمت امام العالم اجمع برايك كيف تغير الراي العالمي العام يعني الذي كانت تسيطر عليه هذه الروايه المصطنعه وما هي الاسباب التي ادت الى تغيير نظره العالم تجاه القضيه الفلسطينيه ما يمكن ان اقوله هنا بان ما تقدمت فيه الصحيح اذ ان الاغلبيه على مستوى البرازيل يقفون متضامنين مع الشعب الفلسطيني واخر استطلاعات الراي اوضحت بان الاغلبيه تقف الى جانب الشعب الفلسطيني إذ سقطت الرواية الإسرائيلية بعدما تم فضح هذه الرواية وذلك بسبب عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية فأصبح المواطن العادي في البرازيل قادر على فهم ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وهذا ما أدى إلى التغيير نعم، يعني حدثنا أكثر عن الحراك في الشارع البرازيلي والموقف الشعبي تجاه القضية الفلسطينية في البرازيل؟ نعم هنا في ساو باولو تنظم المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع وفي مناطق مختلفة في المدينة هذه المظاهرات تخرج بقوة ويشارك فيها الآلاف من المواطنين و تصير في مناطق مختلفه في الثلاثاء الماضي مثلا ذهبنا الى بعض المواقع التي يوجد فيها الجيش البرازيلي وذلك لدعوتهم لوقف التعامل في شراء الاسلحه وتجاره الاسلحه مع اسرائيل واوضحنا لهم بان ما تكون في اسرائيل هو اباده جماعيه وقدمنا رساله في هذا الموضوع وضروره مقاطعه تجاره الاسلحه مع اسرائيل واوضحنا لهم بان هناك اراده في البرازيل للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم اذا لنتحدث اكثر عن مدى تاثير هذه الاحداث الجاريه في الحرب الاخيره وحركات التضامن تضامن الشعوب واعترافات دول العالم بفلسطين على القضيه الفلسطينيه بشكل عام كيف اثرت هذه الحركات والاعترافات على هذه القضيه الفلسطينيه <applause> نعم انا ارى بان هذه الانشطه تنضوي على اهميه كبيره من اجل تاكيد دعم الراي العام البرازيلي للشعب الفلسطيني صحيح ان الحكومه البرازيليه كان لها كلمه وقالت بان ما يرتكب في قطاع غزه هو اباده جماعيه وهذا يجد صداه ايضا في الراي العام وفي وسائل الاعلام البرازيليه فنحن نتحدث عن وسائل اعلام مهتمه فيما يحصل في قطاع غزه ومن شان ذلك ان يكون له اثر على الراي العام وهذا ما يساعد في ان تكون الاغلبيه في البرازيل الى جانب الشعب الفلسطيني وبالتالي نتحدث عن عناصر للتضامن نعمل على تفعيلها باستمرار. حدثنا عن هذه العناصر التي تعملون على تفعيلها. اريد ان اطرح بعض الامثله الجامعات والطلبه والحقل الاكاديمي يتم التوعيه في الجامعات البرازيليه حول القضيه الفلسطينيه وفي ساو باولو كان هناك تخصيص ايام من اجل ان نوضح ما يكون في الاحتلال الإسرائيلي وفعلا تقدمنا إلى الجامعات بمثل هذه الأنشطة وأقنعنا بعض الجامعات على وقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية وتحديدا جامعة حيفا إذ أوقفنا كافة أشكال الاتفاقات بين هذه الجامعات والجامعات الإسرائيلية لما يحدث في قطاع غزة وهذه شهاده على نجاح الحمله التي نقوم فيها، ايضا ذكرت لك موضوع السلاح والتجاره المتبادله بين البرازيل واسرائيل، إذ ان الحكومه عملت على تعليق مثل هذه التجاره ونحن نناضل من اجل الغاء كافه اوجه التجاره مع الاحتلال الاسرائيلي ووقف عمليه التصدير والتوريد على المستويات المختلفه واذا ما تحدثت عن شركات النفط مثلا وعندما تسلمها الرئيس الجديد لهذه الشركه ذهبنا اليه بجانب الاتحادات لوقف التعامل مع الشركات الاسرائيليه العامله في حقل النفط وتحققت المقاطعه في البرازيل من خلال هذه الانشطه. نعم، سيد بوسكو تحدثت عن المقاطعه العالميه، يعني ما هي اهميه هذه المقاطعه حول العالم للاحتلال؟ باعتبارها يعني تاريخيا كانت المقاطعه ولا زالت السلاح الاقوى في مواجهه اي استعمار او احتلال. انا ارى بان اذا ما تحدثنا عن امريكا اللاتينيه هناك نقاش وحوار في امريكا اللاتينيه حول اهميه الضغط على الاحتلال الاسرائيلي وبعض البلدان تستجيب لنا كما هو الحال في البرازيل وهناك حكومات قررت وقف العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية وهذا دليل على أهمية العمل الذي نقوم فيه انظري ما يحدث في تشيلي مثلا وكيف تعلق العلاقة مع إسرائيل وبالتالي حركة المقاطعة البي دي أس تمتد وتتوسع في أمريكا اللاتينية هذه الأيام نعم نعم سيد بوسكو هل انت يعني انت طبعا مؤمن بما تقوم به طبعا يعني من خلال الانشطه العديده التي تقوم بها يعني لدعم الشعب الفلسطيني لكن هل انت متفائل يعني هل هناك جدوى على المدى القريب من هذه حركات التضامن العالمي والمقاطعة واعترافات بعض الدول بفلسطين هل هناك تغيير على أو تأثير على سياسات العالم وحكومات البلدان المختلفة يعني على المدى القريب هل هناك تغيير جذري باعتقادك؟ أنا أؤمن بأن المسألة المهمة لتحرير فلسطين أولا هو الشعب الفلسطيني نفسه. نحن في الخارج نقوم بأنشطة تضامنية، نعبر عن التضامن، لكن المهم هي المقاومة الفلسطينية وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. هذا الأمر المهم المهم الذي نقوم فيه ولدينا اليوم في البرازيل حركة تضامن داعمة قوية وأؤمن بأنه في يوم من الأيام طال الوقت أم كسر بأن فلسطين ستتحرر وأمريكا اللاتينية تعمل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. من اجل تعزيز النضال من اجل التحرير ورغم كل المشاهد المؤلمه في قطاع غزه والضفه الغربيه وكل اشكال التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في الاراضي المحتله عام 48 ورغم كل هذه الصوره الماساويه التي تسيطر على فلسطين انا اؤمن بان التحرير قادم. ماذا نحتاج ايضا لمواصله هذا النضال العالمي لتغيير جذري كما ذكرت؟ اعتقد بان الامر الهام الذي ينبغي على الشعب الفلسطيني فعله لتشجيع حركه التضامن هو الاستمرار في المقاومه. المقاومه الفلسطينيه هي محط الهام للمتضامنين وللشباب وللعاملين في كل العالم. لأنها تعمل على أنسنة القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية هي المحرك الرئيسي للتضامن العالمي مع فلسطين نعم سيد بوسكو يعني وأخيرا ما هي رسالتكم للعالم أجمع وخاصة رسالتكم للمجتمع الغربي رسالتي الى الولايات المتحده والى اوروبا ولسوء الحظ بانهم يقدمون الدعم لعمليه الاباده الجماعيه في غزه. يدعون بانهم يدعمون حقوق الانسان لكن يبعثون السلاح للجيش الاسرائيلي ليقتل الفلسطينيين في قطاع غزه. وبالتالي ما اقوله للحكومات الغربيه توقفوا عن دعم الاحتلال الاسرائيلي، توقفوا عن كل العلاقات مع اسرائيل، توقفوا عن بعث الاسلحه لاسرائيل، وارى بان هذا الصوت اخذ بالتعالي اليوم وعلى القوى الغربيه ومن منطلق انساني التوقف عن دعم اسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من ان ينال حريته وان تصبح فلسطين حره من البحر الى النهر، وليستطيع الشعب من ان يعيش بسلام. المتضامن العالمي السيد فابيو بوسكو كنت معنا مباشره من البرازيل. شكرا لك جزيلا على كل ما قدمته للانسان وللانسانيه. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من اصوات حره الى اللقاء